المشكل اللي عندي انا مريضه ما بقيتش كنقدر نخدم وكاريه وكنت مزوجه الزوج ديالي تخلى عليا بسبب هذا المرض مابقاش كيخلص لك راه مول الدار ولا كيغوت علينا الزحوايج ومشاو خلاني في هذه الحاله انا عندي جوج وليدات وليد مات ليا عندي بنيه كنتعذب مابقيتش لقيت باش نشري الدواء مابقيتش لقيت باش نخلص لك راه مول الدار كيجي كل نهار كيدق عليا بغي الكرا ديالو مابقيتش لقيت باش نخلص الكرا مابقيتش لقيت باش نداوى مشات شي طبيب ما كنقدرش نشري الدواء كيخرج لي الدواء ولا كيكالميني بشي بره وكنجيب حالاتي كنجي كدوز 3 ايام ولا 4 ايام وكنوقف ثاني كينوض ليا الدر نفس المشكل كنحس بالدر هنا عندي شي مشكله هنا في هذه البلاصه عندي ولسيسه رجلي كلها ما كنقدرش نحركها كنتعذب اختي انا اختي كنخدم في الديور عند الناس مني بدات كورونا انا ياك قبل ما تبدا كورونا بدا المرض ديالي بدا غادي وكيتجهد عليا كل مره غادي وكيزيدني الصداع نهار في نهار وكان بحال كوكينه وكنمشي نخدم ما يديروا لو كيقولوا لي مني كتكوني عيانه العيالات كنمشي عندهم مني تعرف راسك مريضه وما تقدري ديري والو ما تبقاش تجي كاينه اللي تصبر معايا وكاينه اللي تكمل بيا النهار وتقول لي ما بقاش تجي عندي سيري تتصحي ورجعي ونعيط لك كنجيب حالاتي ما كتبقاش تعيط ليا كنكمل النهار بليله يلا ما كنقدرش نخدم مني جات كورونا يعني صافي ما بقيتش واحد يخرج انا جلست بمره ما بقيتش كنقدر لا نخدم ولا واخا نبغي نخرج ما كنقدرش نخدم مول الدار كيقول لي خلصيني في الكرا ديالي لان انا ما حويجه ديك تشوفي مجموعين ما عديش واخا نبغي نخرج ما عديش باش نخلص الكرا في ميد اخر ما عديش باش نخلصو في الديون اللي كيتسالني دابا ما عديش باش نصير لا عليا ولا على بنتي ما عندي من ناكل لا انا ولا بنتي ما عنديش باش نفطر دابا بعد المرات كتدق عليا واحد الجاره في الدرب كتطلع عليا والبارح جابت لي شويه دلاع جبت لي شويه الحريره ما كنطيبش انا كتوصل 6 ديال العشيه وكنوض كنبغي نطيب شي حاجه ما كنلقى ما نطيب ما كنلقى باش نفطر ما كنلقى ما يبقى كنتدق على مول الدار كنتفيضو كنتخسر ما عندي ما نعطي كنشوف الدواء شحال من حبه كنزل على ذاتي ديال الدواء ما كنلقاش باش ندوز داك الدواء انا نضل صايمه في الليل نفطر مع المغرب نفطر بالدواء مابقيتش لقيت كيفاش ندير بنتي راهي في العروبيه عند باها حيت ما عنديش كيفاش ندير لها ما عنديش باش مقدرش نعيشها طلب ديالي اليوم انا كنطالب من الله سبحانه وتعالى خوتي المحسنين الله يعاونني الله يعطف علي قلوب المحسنين اللي في قلب الرحمه والشفقه يحن عليا راني كنشرب هذا الدواء كله كنزلو على المعده ديالي بالجوع وبغيت شي نتيجه وبقى ما عرفتش النتيجه شنو هو اللي كيضرني في الذات ديالي كنطالب من خوتي المحسنين اللي في قلب الرحمه والشفقه يحن عليا راني ختكم